بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى. الحديث عن البحرين بعد 5 سنوات من الثورة بالتأكيد هو حديث ذو شجون، وأعتقد أن كنا في الأذهان الآن بعد مرور 5 سنوات مطبوعة في أذهاننا أشياء كثيرة، يعني تحضر في أذهاننا قصص الشهداء، المعتقلين، عذابات المطاردين، معاناة المهاجرين، الوضع اللي وصل إلى استباحة البيوت والمنازل، سحب الجنسيات، قضايا كثيرة يعني الواحد إذا يتطرق إليها يمكن كلها أكيد إنه ما يقدر يوصل فيها إلى فكرة واضحة. يعني لو كل واحد لو بنحصر نقاش يعني في كل قضية أكيد نحتاج إلى وقت واجد كبير. وأيضا ما يصير نفصل مثل هذه الهموم وهذا الوضع أيضا عن الفهم الخارطة السياسية أو ما يدور من الأوضاع السياسية سواء في داخل البحرين أو فيما يحيط البحرين في السعودية وفي الإقليم والصراعات الكبيرة في المناطق الكبيرة. لذلك أنا أود أن أتحدث عن شأن داخلي ونقطة يعني مركزة عل وعسى أن نوصل إلى مثل الأفكار لنتوافق فيها أو نتباحث فيها وبالتالي نتحدث عن مسؤوليات نتجاهها. في كلام يدور في الأوساط عن تراجع الثورة وعن انحسار التظاهر وعن ضعف الحراك الميداني، وعن أكثر من هذا الكلام يوصل إلى أنه في نوع من التعب والإعياء أصاب الثورة أو أصاب الحركة، وفي يعني البعض أصلا يفكر في الحلول والمخارج لأن في حالة معاناة قاعدة تكبر وتتفاقم وتضاف إليها ملفات كثيرة مثل الحين ملف المعيشة والاقتصاد الخانق واللي يضيق الخناق على البحرين، وأيضا كلام أنه البحرين مهما كانت هي بلد صغير في هذه الصراعات الكبيرة والضخمة فبالتالي ما في إليها ذاك الاهتمام، يعني فالأحرى والأفضل أنه إيجاد مخرج إلى مثل هالمعاناة. وأصحاب هذه الأفكار وهذا الكلام يعزون هذه الحالة وهذا الوضع المتراجع بين قوسين إلى القمع الشديد والإرهاب الخليفي، يعني إرهاب كبير جدا بحيث غيبوا القيادات السياسية، اعتقلوا أغلب الكوادر الميدانية، صار حصار مطبق، صار عدم إمكانية للتواجد والتظاهر بعدد كبير، صار في نوع من عدم أيضا التفاعل. يعني مثلا البعض يتكلم عن ناس متعودين مثلا في بعض المناطق تفترض أن مسيرة طوف يومية مثلا، فالناس تشارك كل واحد يطوف صوب بيتهم مسيرة يطلع برا بيتهم ويشارك الآخرين، الآن لا يفضل مثلا أن يطالع تلفزيون أو يشرب شاي حتى ما عنده شيء، يعني مو أنه يعني رجال مشغول بس ما في شيء يعني يدفع أنه يشارك، يعني حتى مو سبب مثلا القمع أو الإرهاب الموجود، لا أنه ما في شيء قاعد يحرك أو يدفع أنه يتحرك. في كلام، أنا ما قاعد الآن أقر بهذا الكلام بس أقول في كلام يتم الحديث في هذا الجو. يعني لو إحنا يعني افترضنا جدلا أن في نوع من الضعف في التواجد الميداني، لو قال يعني خلنا نسلم معها الفكرة ونقول إن في ضعف وحالة طبيعية، 5 سنوات الآن صارت، المعتقلين صار عددهم تقريبا 4000، المهجرين صاروا بالمئات، الوضع خانق جدا، الحصار مطبق بشكل كبير، العنف والإرهاب مهما كان يعني يتعب، عدد المطاردين يزداد، فبالتالي بالتأكيد أنه ما يصير تقول مثلا الحضور في 2012 مثل اللي هو في 2015 مثلا، بشكل طبيعي منطقي الواحد يقول إيه ممكن يضعف يعني، بس هل القمع هو سبب
لو افترضنا مثلا رحنا معها الفكرة، هل القمع هو سبب للتراجع، سبب للانحسار، سبب إلى أنا ما أعتقد أن القمع سبب للتراجع أو الإرهاب سبب للتراجع أبدا. دائما القمع هو سبب هو دائما القمع هو سبب لسقوط الطغاة، مو سبب لسقوط الشعوب. يعني 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 الحكومات والأنظمة اللي سقطت هي سقطت لأن هي تمارس القمع، مو لأن هي تمارس العدالة. يعني ما كل إحنا لو نحن نقرأ في التاريخ سواء الحاضر الحاضر أو الماضي، الحكومات التي أسقطت أو سقطت سقطت لأنها تمارس ظلم، لأنها تمارس فجور، لأنها تمارس قمع، لأنها تمارس إرهاب. وهي في القصص القديمة أو الحاضرة. القمع ممكن يسوي حالة من يعني القبضة الأمنية اللي يفرضها، بس دائما القمع يولد احتقان. يعني هي الاحتقان لمدة معينة بعدين يتفجر. حتى احنا على الثورة احنا حديثين العهد بالثورة 14 فبراير، هي ما صار لها 50 سنة، هي 5 سنوات احنا نتكلم. قبل الثورة 6 شهور كان في قبضة أمنية إرهابية بوليسية كبيرة جدا، بحيث أنه إذا يطلع خبر أنه حرق إطار في شارع معين تم إغلاقه بإطار، تعادل مسيرة فيها 20,000 في أيامنا هذه. يعني كان الخوف والقبضة الأمنية الحديدية قوية جدا. هذا الخوف، هاي القبضة الأمنية طبعا إضافة إلى عوامل أخرى هي اللي أدت إلى انفجار الثورة بعد 6 شهور. وهذا في أي محل، ما في قمع، ما في سبب يجعل نوع من حالة الضمور أو التراجع أو التعب بالقمع. يعني القمع مو أداة إلى قتل الشعوب، ولا أداة إلى فرض الحكومات والأنظمة، وإنما وسيلة وأداة تؤدي إلى زوال وسقوط الأنظمة. لكن إذا رحنا قلنا أنه إحنا لا، خلنا نراجع، نقول إن في يعني في حالة من التراجع، في حالة لازم إحنا يعني ندرسها ونتناقش فيها. أعتقد شخصيا أنه ربما تكون هناك 3 أسباب وأمور مهمة تدفع بحالة الحراك والتواجد والتحدي الميداني قويا وحاضرا، أو تدفع به إلى التراجع والانزواء. أول هذه الأمور هو وجود القيادات اللي دائما تعطي الأمل والحافز في الجماهير، وبتكلم فيها. ثانيا الإعلام الذي يعطي الذي يلهم الجماهير، يعطيها بعد نفس عملية القائد، يوجد إلى جانبها إعلام. الأمر الثالث هو الروح الوطنية، خلني أو أتكلم التحرك من الشعور الوطني، يعني عدم تقديم المصالح الحزبية والفئوية على المصلحة الوطنية العامة. يعني هم ناخذ كلنا هم الثورة بدل ما ناخذ هم الأحزاب والتجمعات. شنو أقصد بهالأمور الثلاثة؟ يعني ممكن نضرب واجد أمثلة على هالمواضيع. القائد اللي يعطي الأمل، يعني القيادات، احنا نعرف ان قياداتنا الموجودة في السجون كانت دائما تعطي الأمل، الحافز للناس. يعني نتكلم حتى عن قبل الثورة، نتكلم عن السيد عبد الوهاب. ليش السيد عبد الوهاب؟ جزء أساسي ورئيسي اللي دفع بالقرى والبلدات أن تخرج في 14 فبراير هو تقدم السيد عبد الوهاب في الصفوف يوم 14 فبراير من الصباح الباكر، وقفته يتحدى القوات الشغب وهي يعني تغزو أو تقتحم منطقة النويدرات. شافوا الشباب في سترة وشافوا الشباب في مناطق مختلفة، قالوا ما يصير السيد عبد الوهاب يطلع وإحنا الشباب اللي صحتنا وفي قوتنا ما نطلع، ما يصير. قائد ملهم، يعطي أمل، يعطي دافع للناس. هذا اللي كانوا يسوونه كل القيادات حتى اليوم. يعني مثل كل القيادات بلا استثناء، يعني حتى اليوم مثلا لو نتناقش عن وضع مثلا الجمعيات السياسية، خلنا نتكلم بشكل صريح أكثر، نتكلم عن جمعية الوفاق. ما حد يقدر يقول والله أن تيار الجمعية الوفاق
قبل اعتقال شيخ علي سلمان مثل بعد اعتقال شيخ علي سلمان، بالتأكيد في نوع من الشعور، ما بقول بالضياع لكن الفراغ الكبير اللي تركه شيخ علي سلمان، لأن عدم ظهور متحدث يعطي الأمل يحرك يخلي القضايا حية في نفوس الناس. يعني الناس يروحون يصلوا وراء شيخ علي سلمان، المؤيدين له يصلون وراءه في كل يوم جمعة في جامع الإمام الصادق بالكفول، يسمعون منه الحديث، هذا الحديث يتم تداوله، تبقى القضايا حية فيه، يبقى تحركهم تفاعلهم مع مختلف القضايا مع الشارع موجودة. ليش؟ لأن في قائد يستمعون له ويتفاعلون مع حديثه ويستمعون لتوجيهاته وإرشاداته، فتبقى عندهم هذه القضية وهذه الأمور حية في نفوسهم. هاي نفس الشيء كانوا يعملون قياداتنا الموجودة في داخل السجن. وهي نقدر بعد نضرب عن أمثلة حتى في قصص ثانية، يعني قصص يعني حتى عن من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القائد يقول في حديث للإمام علي: كنا إذا بما مضمونه، يعني كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا. وحتى في وهذا حتى في الإعلام الملهم بعد شوية، زين، حتى في الإعلام الملهم بعد نقدر نتكلم في نفس المضمون. الحالات المسلمين في صدر الإسلام الأول عندما كان الإسلام يريد أن يثبت عوده وقوته، شنو كانت نفوس المسلمين تتزلزل في بعض الأوقات، يعني يصيدها نوع من الضعف، يصيدها نوع من الريبة، من الشكوك، من التساؤل. لذلك يقول في آيات مثلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني في حاجة أن هذا ليل المؤمنين على أساس أن يتثبتون ويصيرون شوية قوي، يحتاجون من يثبت أقدامهم، من يقوي عزيمتهم، من يشحذ هممهم، من يقف معهم، من يدفعهم، من يحفزهم، من يشجعهم. هذه كلها احتياجات طبيعية، يعني هي من هو اللي يعملها؟ يعملها هذا القائد الملهم. وحتى في الإعلام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا. في حاجة في نحن نتكلم حين شيء، أنا ما بتكلم عن العوامل السياسية والتحليل السياسي وظروف المنطقة وكيف يفكرون الخليفة، أنا أتكلم عن واقعنا. إحنا أصحاب الثورة، إحنا أولاد الثورة، إحنا اللي نشعر في نفوسنا وفي داخلنا أن إحنا نعيش ظلامة، وأن إحنا علينا أن نستمر في الثورة، وأن إحنا متيقنين من الانتصار في هذه الثورة. شلون نفوسنا تضعف وشلون نفوسنا تقوى؟ دائما وجود هذا القائد اللي يعطي الأمل إلى بصمة وإلى مكانة وإلى وجود. الرسول صلى الله عليه وآله في يوم أحد، الرسول صلى الله عليه وآله في يوم حنين يهربون المسلمين، يبقى الرسول. لو ما يبقى الرسول راية الإسلام تتنكس، لو ما يبقى الرسول ما تبقى الثلة المؤمنة القوية الثابتة المؤمنة بالرسول صلى الله عليه وآله حق تثبت وتجود وتحرص على الإسلام. كذلك الإعلام الملهم، أنا نتكلم عن القيادة، نتكلم الآن عن الإعلام الملهم. ليش مهمة الإعلام الملهم؟ لأن في إعلام مرجف، في إعلام مضعف، في إعلام يقول والله ضعفت التظاهرات يعني شوية، وفي إعلام يقول الخليفيون يتكبدون الخسائر. في فرق واجد. أنا أدوني إذا تسمع الخليفيون يتكبدون الخسائر في الساحة الدولية، أو أقول الثوار يبسطون سيطرتهم في الشارع مثلا الفلاني، غير لما أقول عدد التظاهرات انحسر في بعض القرى. أتواجد يعني فرق، يعني أثر على النفس كبير. مشكلة في وطبعا الإعلام الملهم في قبال، مو فقط الإعلام المرجف، في قبال الإعلام المرجف، في قبال الإعلام المضلل، زين، في قبال الإعلام الحزبي والفئوي، في قبال الإعلام اللي يخاف. يعني وش مثلا في بعض الناس يخافون، زين، تخاف قعد في بيتكم لا يروح يخوف الناس. زين انت ما تبقى مثلا، نتكلم على امثله بسيطه يعني اجيبها انا حق اثارات هذه النقاش. واحد والله يخاف انه يعني مثلا يطلع في التظاهره وسيده شوزن مثلا في إيده، في رجوله، في أي شيء، يعني في هالسوالف، فهو يخاف. إنزين قاعد في بيتكم، يقول لا تطلع يا أخوك، لما صدق يقولون في خبر إن جابوا الحين قوات زيادة بعد ما شلون كذي،
زي حق وش تخوف روحك. لذلك هنا في أهمية للإعلام الملهم، في أهمية لشحذ الهمة. هالإعلام الملهم مو قصة مبتدعة من الثورة، هذا بعد أيضا في كل الثورات وفي كل التاريخ. في زمن الرسول يخرجون الشعراء، يخرجون المتحدثين اللي يتكلمون بكلام بين، لازم يثبتون قلوب وأقدام المؤمنين والمسلمين. وفي كل الصراعات الآن مثلا نحن نتكلم عن تجربة حزب الله، المنار وش دخل المنار بي بي سي والسي ان ان في الـ في الـ في العمل الحرفي والفني؟ ما تعطي إلهام، تعطيك أناشيد كذي، وأناشيد تشعل في داخلك روح معطاءة مقدامة تتقدم دائما، تعطيك بعض الصور وبعض الأعمال الفنية اللي دائما تعطيك الروح الاندفاعية. في إعلام مرجف، في إعلام مضلل، في إعلام مخوف، تحتاج مقابلة لازم إلى إعلام ملهم، إعلام محفز، إعلام مشجع، إعلام يدفعك إلى الأمام. هاي النقطة الثانية، وأعتقد واضحة ما يحتاج أسرد فيها كثيرا. النقطة الثالثة هو اللي قلت أن الروح الوطنية في قبال النفس الفئوية والحزبية. في بداية الثورة وقبل لا دخول الجيش السعودي أو في أيامه، عشنا فترة بسيطة من الفترات الجميلة اللي كانت فيها قلوب الناس مع بعضها متخندقة، لأن أول ما دخل الجيش السعودي ويهدم المساجد، ما كان يهدم مساجد مال الوفاق والله مساجد مال 14 فبراير، كان يهدم مساجد الناس المواطنين الشيعة أولاد البلد. فكان الناس كلها تتكلم بالروح اللي تنطلق من الغيرة، من حب الوطن، من الحزن، من الألم على هذا، على الفساد وهالاستهتار وهالإرهاب اللي سووه السعوديين واللي سووه الخليفيين. للأسف أنه الآن إحنا في مثل هذه الفترة، زين، بحاجة مو أقل من الحاجة، مو أقل من ديك الفترة. يعني إحنا حين في 2000 حين انختم عام 2015، كل القيادات في السجن، السياسية والثورية، كل رؤساء الجمعيات، شيخ علي سلمان، فاضل عباس، إبراهيم شريف، كلهم داخل السجن، وكل القيادات الثورية داخل السجن، والكل يعلم أنه الحصار والاستهداف يطال الجميع. المفترض أنه تكون الآن نحن أكثر وقت في حاجة إلى أنه نرص الصف، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. يعني احنا اكثر حاجه الان اليوم كلنا نستهدف ان نقف وان نتخندق كلنا امام الخليفيين. لكن اذا نتكلم صراحه، لا، ما زالت في حزبيه، ما زالت في فئويه، ما زال في عقد وفواصل حزبيه. الجمعيه لا تنظر، لازم انا الامين العام مالي. هذه القوى الثوريه عندهم، هي طبعا انا ما اتكلم عن الجهات السياسيه، ايضا حتى القوى الثوريه نفس الشيء، القوى الثوريه الفلانيه، الحركه الفلانيه او التيار الفلاني مع الجهه الفلانيه، اللي يبى الاعلان صوبه، ولا يبى هذا الحركه صوبه، ولا يبى هذا يطلع اسمه، ولا هذاك الا يبى يطلع امين عام مالهم، ولا هاي المسيره الا اللي يطلع صور. يعني في ضياع صراحه، في يعني في حاجه ملحه، في قمع شديد، في استهداف يطال الجميع، في اسباب يعني تدفع إلى مزيد من الغضب. تعرفون سنة 2015 أكثر سنة تم فيها أصدرت فيها المحاكم، أكثر سنة صار فيها عدد المعتقلين أكثر، هي السنة اللي فيها توج القمع الخليفي بعودة الاستعمار مجددا إلى البحرين. هذه السنة ما ختمت إلا وأيضا ملف الوضع المعيشي يزداد سوءا ويضاف إلى الملفات الأخرى، واللي تأكد أن هذه العائلة متسلطة تنهب تسرق عندها فساد تمارس فساد، ملفات يعني تشعل تدفع إلى الغضب، يعني تولد المفروض حالة كبيرة من الغضب، وتدفع بشكل كبير إلى أنه ترص الصفوف أكثر لمواجهة هذا التحدي. مواجهة هذا التحدي مو له مصالح حزبية، مواجهة التحدي الحفاظ على الوطن وعلى تاريخه، مواجهة هذا التحدي الحفاظ على العقيدة وعلى الدين. احنا ديننا الآن مو بعد مع الخليفيين ما نأمنه، مع الخليفيين وأتباع الخليفيين، الدواعش اللي ينتشر فكرهم اليوم صايرة في الإحساء قضية، باشر بتصير في البحرين. احنا أساس ندافع عن مساجدنا، ندافع عنها بخلفية حزبية فئوية، لو ندافع عنها بخلفية عقائدية وطنية يهمنا فيها وطننا.
أنا أشوف أن هذا سبب ثالث مدعاة دائما أو مؤثر مدعاة إلى إلى يعني إلى ضعف الحراك الميداني. بالتأكيد أن الحراك الميداني والحضور الجماهيري لما يشوف القلوب مؤتلفة وتشوف الصفوف مرصوصة الكل يبادر ويتفاعل ويتشجع ويبذل الجهد على أساس أنه يحضر ويتواجد، ولما يشوف إعلام يقدره يعني يفخر به يتباهى به. احنا اتذكر احنا عندنا ويش يسمونه مثال في المسار، قناة المسار يمكن أخص قناة في العالم على المستوى الفني يمكن يعني ما أدري يعني، بس إنه هي ما عندها أي شيء فني، إيه ما عندها شيء فني. لكن أنا صراحة مرة اتصلت إلى يعني واجد في عندي قصص منها بس باجي بها بكم مثال. مرة اتصلت لوالدة الشهيد علي بشيمة، قلت لها أنا بنتصل إليش الساعة، بنتصل ياش ابني ياش مقابلة بسيطة. قالت مو مشكلة يا ولدي. قلت لها بس شوية متأخر من اتصل. قالت الساعة كم؟ قلت لها يعني الساعة 11. قالت لي عادي، أنا ويا أبو علي ما ننام إلا عقب الساعة 12 ما نطالع قناة المسار. قلت لها أوه، أنا بعد ما قلت لها هي قناة المسار، قلت لها تتابعون قناة المسار؟ قالت لي إيوه أتابع يوم ثاني الإعادة الساعة 3 الظهر، حافظ التوقيت. إنزين وش اللي يربط هذه يعني المرأة المثكولة بولدها أن تطالع هذه القناة التعبانة في الجانب الفني؟ فيها إلهام، فيها تعظيم، فيها فخر، فيها تتباهى تتباهى بمسيرة يخرجون فيها 5 أشخاص تبجلهم، هذا مهما كان هي تربطهم تعطيه وسم غير الإعلام المرجف. لذلك أنا أقول إن هو إحنا تركنا فالمهم حتى يعني ممكن تكون فكرة الدكتور صحيحة بعد، أنا أحب ما أدري نتناقش فيها في هالموضوع، بس أنا أقول أنا أقول في مثل هالقضية زين اللي هو فيها نتكلم عن التواجد الميداني انحساره تراجعه أو اندفاعه وحضوره، أنا أعتقد أعزو الأسباب في تواجده وقوته أو في تراجعه إلى هاي الأسباب الثلاثة: وجود الإعلام الملهم القائد الذي يعطي الأمل ويدفع ويحفز الجماهير، والحاجة إلى الروح الوطنية ورص الصفوف اللي من شأنها أن تبقي الأقدام ثابتة وهي ثابتة. وإحنا على مشارف الذكرى الخامسة أعتقد أنه إحنا يعني أسباب الثورة تزداد، والغضب المفترض أنه يعني يحمي في النفوس. وإذا تكلمت عن مسؤوليتنا إحنا في الخارج ربما لا نستطيع أن نعالج كل الأمور، يمكن إحنا ما نقدر نتحول لقيادات تعطي هذا الأمل، لأن مهما كان القائد من الخارج غير القائد اللي هو صاير وسط الناس والجماهير زين، لكن إحنا نقدر ندفع بأنه نكون إعلاميين ملهمين أو دائما نتحدث بالخطاب اللي يعطي الأمل. إحنا حتى في عقيدتنا إذا بنروح بعد لزاوية غير عقيدتنا، إحنا الإمامية الجعفرية إنزين متعلقين بالأمل بالملهم بالقائد، إحنا نؤمن بحضور بتواجد الإمام عجل الله تعالى له الفرج، ونؤمن أنه في يوم من الأيام راح يظهر، ونؤمن وإحنا متعلقين بهذا الأمل، وتعلقنا بهذا الأمل هو اللي يعلقنا احنا بعاقبتنا اللي نعتقد ونؤمن فيها أنه على خير وأنه في انتصار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وعد إلهي احنا كنا نؤمن بها، عقيدتنا نؤمن بها، لكن متى نطبقها؟ هو أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة هي أهم الأمور في الحالة أو في الوضع الحراك العام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.